والله سيدنا صراحة هو ذاك النظام البائد، هو نظام الملعون صدام حسين، لعنة الله عليه. لعنة الله عليه. يعني صراحة كثير من الناس تأذت، وخاصة الجنوب. صح. بالذات. صح. إيه. أنا أذكر موقف شاهد الله، يعني مو مبالغة. صح صادق. وصلت أهلي باعوا ملابسي. يا الله. والله العظيم هاي بالجنوب. هواي مواقف سيد وي صدام لعنة يعني الله عليه. يعني هاي خلينا نقول شاهد عيان. نعم. يعني وصلت مرحلة يبيعون ملابس ابنهم. أهلي يجوا يصطحنوا أنفسهم قبل. والله العظيم. إيه. والله العظيم. ويجيك هسه تصريحات وحكي على صدام ويا ريت يعود. فما له كل داعي. احنا هسه الجلي جاي نمر بيه هسه حاليا كله سبب صدام حسين. صح. سبب النظام البائد. هواي حكي على صدام. شو اسوي لك سيد؟ والله تأذينا. أذية ودمار خلينا نقول. آفة. نعم. ما لها علاج. توافقنا الرأي الكرام. علاج. آفة ما لها علاج.